جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة المغربية رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله ألف شين. أختنا لها قضية تقول فيها: في رمضان أستمع إلى صلاة التهجد مباشرة من مكة المكرمة من المذياع، وأصلي معهم ولا أنويها جماعة، وهي تزيدني في الخشوع والإيمان، وأعتبرها قيام ليلي. هل صلاتي صحيحة أم علي الاستماع دون الاتباع؟ جزاكم الله خيرا. صلاتك غير صحيحة على هذه الصفة، فلا تتابعي المذياع سواء كان البث قريبا أو بعيدا، حتى ولو كان البث في البلد لا تتابعي المذياع ولا التلفاز، وعليك أن تصلي لنفسك بدون ارتباط بالمذياع أو بالتلفاز، وحتى لو لم تنوي بذلك الجماعة، مجرد المتابعة غير صحيح، فعليك بترك هذه العادة وأن تصلي لنفسك. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا تستمع دون صلاة شيخ صالح؟ تستمع وتستفيد بدون صلاة. نعم.